الرسمي لبروتوكول التحالف بين الوفاق الوطني الديمقراطي والاجتماعي سانداس والحركة الوطنية للإنقاذ لدعم مرشح الحركة مشير تشاد إدريس ديبيتنو في الانتخابات الرئاسية في أبريل القادم. ينبغي حشد جميع الموارد البشرية والمادية والدفاع عن البرنامج السياسي ومكتسباته باعتماد أفضل الاستراتيجيات مع الحركة الوطنية للإنقاذ بهدف الفوز من الجولة الأولى لرئاسيات عام 2021. هذه هي مجمل التوصيات التي خرج بها مناضلي ومناضلات الوفاق الوطني الديمقراطي والاجتماعي سانداس. مناضلي ومناضلات سانداس، إنهم رجال ونساء تخطوا حاجز الفجوة ما بين الشمال والجنوب، وصاغوا برنامجا يأخذ في الاعتبار تنوعهم الثقافي والاقتصادي. إن الديمقراطية هي شأن الجميع، وبالتالي فإن الأغلبية الرئاسية والمعارضة الديمقراطية ملتزمون ببناء هذه الديمقراطية. كما حثهم على تجديد الثقة في مذكرتين قدمت لمشير تشاد لمواصلة طموحاته لجعل تشاد ملاذا للسلام ودولة أمن واستقرار ومثالا يحتذى به في القارة الإفريقية.